الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وبعد تقدم بجزيل الشكر والعرفان باسم جمعية الإيطار للغاية والتنمية بقطاع غزة بجزيل الشكر والعرفان والتقدير من وقف الأيتام في تركيا على جهودهم الجبارة والمباركة في خدمة إخوانهم في غزة وفي كفالة الأيتام لدينا فبفضل الله سبحانه وتعالى لدينا 100 يتيم مكفولين وسط إخواننا في وقف الأيتام في تركيا وهذا العطاء وهذا العمل وهذه الجهود الطيبة المباركة من إخواننا في وقف الأيتام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العطاء وهذا العمل في ميزان حسناتهم في يوم لا ينفع مال ولا بنون قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافي لليتيم في الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم هذه الجهود الطيبة يقف هؤلاء الأيتام وهؤلاء الأسر المحتاجة يقدمون الشكر والعرفان لإخواننا في تركيا على هذا العطاء إخواننا في ظل هذه الظروف الصعبة وهذا الحصار الخانق على قطاع غزة ونظرا انتشار الأمراض بعد الحروب الثلاثة التي خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة هناك عدد كبير من الأيتام موجودون هنا في قطاع غزة بحاجة إلى كفالة وبحاجة إلى من يقف معهم في ظروفهم الصعبة والحصار الممتد منذ 12 عاما على قطاع غزة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير الوقوف مع هؤلاء الأيتام ونوفر لهم كفالة شهرية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم وأيضا نشكركم على هذه الكفالة والمبلغ الذي يصل هؤلاء الأيتام لكن نظرا للظروف الصعبة والحصار وأيضا نظرا للوضع الاقتصادي الصعب المبلغ الذي ترسلونه مبلغ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا على هذا العطاء وهذا العمل لكن نحتاج منكم أن ترفعوا من هذا المبلغ نظرا لهذا المبلغ قيمته بسيطة لكن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم لكن نأمل منكم أن تزيدوا في هذا المبلغ وأن ترفعوا من هذا المبلغ لكي توفروا احتياجات للأسر وللأيتام هؤلاء نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي عطائكم وأن يرفع من شأنكم في الدنيا وفي الآخرة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أنا اليتيم بشار إسماعيل بداع نشكر وقف الأيتام تركيا على كفالتهم لنا وبارك الله فيكم أنا أثنى لما فرعيا أشكر لك الكفيل على كفالته للأيتام وبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أطفال وأيتام قطاع غزة نتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان وقف الأيتام تركيا وجزاكم الله خير الجزاء على كل ما قدمتموه لنا وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وندعو الله عز وجل أن تكونوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله